هذا بتريم سوروكين الروسي الذي أسس علم الاجتماع الأمريكي. سوروكين كغيره من المفكرين والأدباء الروس وجد نفسه عام 1922 على متن سفينة تبحر به بعيدا عن موانئ بلاده، وعندما سأل عن الجريمة أجابه حينها مفوض الشعب السوفيتي ليون تروتسكي وقال: نحن نرأف بكم الآن لأنكم قد تعادون الثورة البلشفية لاحقا، وبذلك نجبر على قتلكم. عقب انتصار الثورة البلشفية عام 1917 وتحت أشراف فلاديمير لينين تحديداً، رحل أكثر من 300 فنان ومفكر روسي وحشروا في سفن وقطارات متوجهين إلى دول مثل ألمانيا ولاتفيا وبولندا. الصحف الشيوعية سمت أولى سفن الترحيل القسري بالتحرير الأول لمن قد يعادي البلاشفة، لكن المؤرخين أطلقوا عليها اسم سفن الفلاسفة. على مر السنين وصلت أعداد المغادرين إلى الألاف، وفي بعض الأحصائيات تصل الأعداد إلى الملايين. سفن الفلاسفة كانت بمثابة هدية للدول التي استقبلت نخبة المجتمع الروسي. تقدر بعض المصادر عدد الأوراق العلمية التي نشرها العلماء المنفيون من روسيا في الغرب بأكثر من 13 ألف ورقة علمية في جميع فروع المعرفة. اشتهر المثقفون الروس في كنف المجتمع الغربي، فمنحوا أحد أهم وأرقى المباني في العاصمة الألمانية برلين، وشيدوا أكثر من 5 مؤسسات علمية في تشيك. بتريم سوروكين مؤسس علم الاجتماع الأمريكي، نيكولاي بيردياييف صاحب أثر كبير على تطوير الفلسفة الأوروبية، سيميون فرانك ساهم في تطوير علم النفس الاجتماعي، وإيغور سكورسكي من أشهر مصممي ومخترعي الطائرات. اليوم ومع تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا بسبب غزو الأخيرة لأوكرانيا، يهاجر ويغادر الكثير من المثقفين الروس البلاد، إما خوفا من سياسات بوتين أو من تأثيرات وتداعيات العقوبات الغربية على روسيا. فهل تتأثر روسيا الحديثة سلبا بهجرة أدمغتها كما حدث في الاتحاد السوفيتي؟ أخبرونا آراءكم في التعليقات.